ما زال سكان الحلة في محافظة بابل يرتدون مقهى بيت حران، والذي يعد أكبر وأقدم مقاهي محلة المهدية، إذ أصبح بمثابة التراث لمرتديه الذين أكد بعضهم أنه يعود لأربعينيات القرن الماضي. القهوة يعني أنا عمري 6 سنوات ومحل أبويا مقابيل هذا، أنا مالي 63، يعني هي قبل بالخمسينات تقدر تقول مؤسسة ما كانت هيك، هاي كانت بالطول، فلما نتقاسموا الملوك كل من أخذ مكانه وصارت بالطول هسه هاي بالحكي، هاي يعني القهوة كانوا يرتادوها يعني شعراء، يرتادوها ناس يعني من جهاء الحلة. يستذكر مرتادون مقهى طفولتهم التي عاشوها عندما كانوا يرتادونه مع آبائهم ويفردون الحديث عن بساطة الحياة حينها. قبل قلت لك كرماء، أهل جود، أهل مضايق، أهل واجبات، أهل التزامات، أخوة، محبة بيناتهم. هسه المحبة والاحترام انفقد بهذا الوقت، لأن هسه الوقت صار وقت مادة، الوقت تغير، الحياة صارت قبل أبسط، هسه الحياة صعبة. اسم المقهى اكتسب من كنية مالكيه إلى أن سمي الشارع أيضاً باسمهم بحسب كريم حران صاحب المقهى. قهوة بيت حران كان بيت حران، يعني هم ناس نقول يعني عندهم عرباين خيل من هالسالفة، واللقب ما لنا احنا بيت حران، جدنا عبود، جدنا حران، جدنا الأصل حران، ومش حتى على هذا الشارع بيت حران، أي واحد يعني شارع الحداحدة شارع بيت حران. ليست حكاية مقهى بيت حران سوى كحكاية الكثير من الأماكن التي لا يزال العراقيون يتمسكون بها وبرمزيتها رغم الظروف التي أدت إلى اندثار الكثير من هذه المعالم.